دلوقتي يا شباب هنتكلم في الجزء الثالث والأخير من المحاضرة. احنا كنا اتكلمنا في ثالث محاضرة او يعني اول 3 محاضرات عن مفهوم السي جي او السنتويد او السنتر اوف ايه جرافيتي. وكنا اتكلمنا ان انا مثلا لو انا عندي قطاع بالشكل ده مثلا، وكان في السي جي ان هو مثلا، وانا قلت لكم تخيلوا مثلا ان السي جي ده ربطته بحبل كده عشان ارفع بيه القطاع، فالقطاع لا يمين لا يمين ولا شمال ويبقى افقي تماما. انما لو انا ربطت القطاع ده من اي نقطة في اي منطقة تانية، لا القطاع هيميل يمين او شمال، يبقى القطاع ما بيميلش يمين او شمال في حالة انه كنت انا مثلا سحبته من السي جي بتاعته. نفس الفكرة برضو احنا قلناها برضو في محاضرات لاحقة، ان انا مثلا لو انا مقصر بفورس، يعني امسح الجزء ده تاني، لو انا عندي قطاع اي قطاع وقصرت بيه فورس السي جي بتاعه، وقصرت بفورس كومبريشن او تنشن، مدام الفورس ديت بتأثر في السي جي، لذلك النورمال ستريس على كامل القطاع هيبقى يونيفورم وقيمته ثابته. انما لو كان القطاع ده حاصل له اكسنتريسيتي، بحيث ان هو الحمل مطحل يمينا او يسارا عن السي جي، لا بيحصل نورمال ستريس ولكن قيمته مش بتبقى يونيفورم، بيبقى نون يونيفورم، لان بيبقى عندي قيمه مومنت بسيطه جدا مقدارها الحمل في مقدار تحيله عن الايه السي جي. والكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل قبل كده، وقلنا ان السي جي دي خاصيه من خصائص القطاع. لو عندي قطاع زي ده مثلا سي شانل، فعندي السي جي بتاعته هنا اهو، فهي قيمتها ثابته ما بتتغيرش، هي بتعتمد على ابعاد القطاع وشكله وما بتعتمدش على الاحمال. طيب في نقطه تانية زي نقطه السي جي ديت بس خاصه بالشي، يعني احنا نقدر نقول ان نقطه السي جي ديت خاصه شويه او لها تاثير في موضوع النورمال ستريس. طيب بالنسبه للشي ستريس، هل في نقطة مشابهة للسي جي؟ في نقطة اسمها الشي سنتر. نقطة اسمها ايه؟ الشي سنتر. ونركز بقى عشان نفهم مفهوم النقطة دي. دلوقتي أنا عارف إن قوة الشي أو الشي فورس هي قوة بتبقى موازية للقطاع. موازية ايه؟ للقطاع، تمام. طيب هل تتوقع لما القطاع ده يتعرض للشي فورس في النقطة دي أو في النقطة دي او في النقطة دي؟ ما هي كلها قوة شي فورس موازية للقطاع، ولكن مكانها سواء هنا او هنا او هنا، هل تتوقع ان هو يكون له نفس التأثير؟ بالبديهي كده بغض النظر عن الحسابات، ان انت يعني الشي فورس ديت كل ما هتبعد، لو انك افترض انها بقت هنا كده، لا كل ما هتعمل شي فورس على القطاع، بس في نفس الوقت هتعمل دوران للقطاع، تحس ان هي عايزة القطاع يدور. طبعا هنا واحد يسألنا هيقول لي ازاي الشي فورس بعيدة كده عن القطاع؟ لا افترض ان القطاع ده مثلا فوقيه حاجة زي بلاطة كده، والشي فورس بتتحرك عليه، افترض ان هي الشي فورس هنا او هنا او هنا او هنا، فبالتالي الشي فورس دي في الاخر بترد فين؟ على القطاع نفسه، ولكن هي بتبعد، فكل ما تبعد كأنها بتعمل عزوم حوالين القطاع. العزوم دي بنسميها ايه؟ تورشن، او عزوم لي، او عزوم فتل، او تويستنج مومنت. طيب معنى كده نفهم من الكلام ده ايه؟ ان في نقطة هنا كده هيعمل العزوم بالشكل ده، ولو اتحرك كده شوية زيادة هيعمل عزوم بالشكل ده على القطاع. في نقطة عند نقطة معينة كده، بس انا مش عارف هي ايه، لو الشي فورس دي مرت بيها، فالشي فورس دي هتعمل شير ستريس على القطاع، ولكن مش هتعمل عليه ايه؟ تورشن، تمام؟ طيب ده بالنسبة لمفهوم الشي سنتر. في نقطة معينة لو مرت بيها الشي فورس هيحصل على القطاع، مش هيحصل عليه تورشن، هيحصل عليه بس شي ايه؟ ستريس فقط لا غير. طب دلوقتي النقطة دي أنا عايز أحسبها، أو بتحسب إزاي؟ الموضوع بسيط جدا. قال لك إيه؟ القطاع بيأثر فيه نوعين من القوة، قوة خارجية اللي هي الـ Q Y أو الشي فورس، وقوة داخلية اللي هي قوة المقاومة
اللي داخل القطاع، تمام؟ واحنا كنا مسينا قوة المقاومة اللي داخل القطاع بحاجة اسمها الشفرو، والشفرو ده احنا كنا بنحسبه بفورس على لينس، يعني مثلا كيلو جرام على المت. طيب كيلو جرام على المت، وكنت بقسمه بالشكل ده. نفترض ان انا اقسمه بالشكل ده كده مثلا، معنى كده ان انا لو جبت مساحة الشكل دوت هجيب قيمة الفورس كلها، مظبوط؟ نفس الكلام ان اهو كنت اسمه بالشكل ده، لو جبت مساحة الشكل ده كله عندي قيمة هنا كام وقيمة هنا كام، يبقى انا جبت قيمة الايه، الفورس الداخلية المقامة في الويب. نفس الكلام في الايه، في الفلانج، ماشي شباب؟ الموضوع شبه ايه؟ شبه الحمل اليونيفورم، الحمل اليونيفورم اللي احنا درسناه في التيم الاولاني، سواء كان يونيفورم او كان شكله مثلث او كنت بعمل له تركيز، هو نفس الكلام اللي هو هنا قيمته بالكيلو جرام مثلا على السنتيمتر وليكن، فجبت مساحه الشكل فجبت قيمه الايه، الفورس، تمام. طيب دلوقتي يا شباب انا عندي قوه خارجيه اللي هي كيو واي، وعندي القوه الداخليه. طيب المفروض بين القوه الخارجيه والقوه الداخليه، القوه دي كلها لو انا عملت سمشن اف اكس الثلاثه معادلات الاتزان اللي احنا درسناهم في التيم الاولاني، هلاقي ايه بيساوي ايه؟ صفر. يعني مثلا لو جيت للشكل ده كده، عندي قوه بالاتجاه ده وقوه في الاتجاه ده، لما بقول سمشن اف اكس القوتين اللي في اتجاه اكس دي ودي هلاقيهم بيلاشوا بعض، خلاص بيساوي صفر. طيب سمشن اف واي هلاقيهم برضو بيساوي بعض، هلاقي القوه اللي طالعه دي والقوه اللي نازله اللي هي كيو واي المفروض الاقيهم بايه، بيساوي بعض. طب سمشن المومنت، المفروض سمشن المومنت هلاقيهم بيساوي صفر. طب سمشن المومنت حوالين اي نقطه، النقطه دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا اي نقطه؟ لا، المفروض اي نقطه، عند اي نقطه سمشن المومنت هلاقيه بيساوي صفر، ولكن للتسهيل او يعني هناخد نقطه معينه يعني دلوقتي للشرح، هناخد مثلا وليكن السي جي. طب لو اخدت سمشن المومنت حوالين السي جي هلاقي القوه دي بتعمل مومنت حوالين السي جي كده، بعد كده دي في نفس الاتجاه تتجمع عليه، بعد كده دي في نفس الاتجاه. انا لو قلت مثلا ان دي اف واحد ودي اف واحد زيها ودي اف ايه، اتنين، يبقى سمشن المومنت الداخلي هو عبارة عن اتنين اف واحد في الديستانس بتاعتها اللي هي دي، اف واحد في الديستانس بتاعتها لحد السي جي، زائد اف اتنين في الديستانس بتاعتها اللي هي دي اتنين، وكلهم بيدوروا في نفس الاتجاه، يبقى دي ايه، سمشن المومنت الداخلي. المعاكس ليهم بقى اللي هو المومنت الخارجي اللي هو عباره عن قوه الشي فورس في الديستانس بينها وما بين نفس النقطه اللي انا واخد عليها المومنت اللي هي ايه، السي جي. لو انا سويت الاثنين دول ببعض، لان ده في اتجاه وده في اتجاه، فهساويهم ببعض او ان اجمعهم على بعض واخد كل واحد باشارته، يعني افترض ان ده موجب فالتاني ده هيبقى اشارته في السالب، فلو وديته الناحيه التانيه فكاني سويتهم ببعض. هلاقي عندي اف واحد معروفه ودي واحد معروفه لان سي جي دي خاصيه من خصائص القطاع، واف اتنين معروفه ودي اتنين معروفه وكيو واي معروفه، هيفضل عندي المجهول الوحيد اللي هو ايه، اللي هو الدي اللي هي المسافه، عشان نمسح بس عشان نشوف، اللي هي المسافة بتاعت كيو واي اللي هتبعدها عن السي جي، بحيث يحصل ايه، يحصل سمشن المومنت بتساوي صفر، يعني ما بيحصلش توشن على ايه، على القطاع. طيب الخط اللي بيمر بقى الخط اللي هيمر بقى بي كيو اي على بعد دي، هو هو ده الخط اللي عندي فيه ايه، نقطة الشي سنتر او النقطة اللي هتأثر معايا فيها الكيو اي، بحيث انها ما تعملش توشن على ايه، على القطاع. طيب دي اول حاجة. حاجة تانية لازم نكون عارفينها، ان النقطة دي تقع على محور تماثل الشكل، الشي سنتر تقع على محور تماثل الشكل. طيب دلوقتي نفس الكلام بينطبق على السي جي، السي جي برضه بتقع على محور تماثل الشكل. لو انا بصيت كده على الشكل ده، الشكل ده له محور تماثل واحد
تمام، اللي هو هنقول عليه محور اكس. لذلك السي جي والاس سي اللي هي الشي سنتر هتقع على محور ايه؟ الاكس، ولكنهم لا ينطبقان، لا ينطبقان. تمام. طيب لو افترضنا ان انا عندي القطاع له محور تماثل في الاكس وله محور تماثل ايه في الواي، وانا عارف ان السي جي او الاس سي بتقع على محاور تماثل الشكل، يعني ما دام الشكل ده له اتنين محور تماثل، لذلك هي نقطه السي جي هتقع على محور تماثل اكس وتقع على محور تماثل واي، فبالتالي هي هيلتقوا فين؟ في النقطه دي. نفس الكلام الشي سنتر هتقع على محور تماثل اكس ومحور تماثل واي، نفس الكلام هيلتقوا ايه في النقطه دي. لذلك نقطه الشي سنتر والسنتويد او السي جي لا يلتقيان الا في الشكل المتماثل في ايه؟ في الاتجاهين. انما لو الشكل متماثل في جهه واحده هما هيقعوا على محور التماثل دوت، ولكن مش هيكونوا ايه؟ منطبقين. الكلام ده منطقي، لان لو افترضنا ان هما مستحيل يبقوا منطبقين. ليه؟ لان كيو واي ديت لو قصرت هنا كده، وافترضنا ان هنا في اس سي الشي سنتر، هنفترض مجازا يعني ان هي هنا، فده معناه ايه؟ ان القوه الداخليه دي هتعمل مومنت حوالين السي جي. انما لما اجي اجيب المومنت نتيجه القوه الخارجيه الكيو اي هيطلع بكام؟ هيطلع بصفر. ده معناه كده ان القوه الداخليه بتجيب مومنت والقوه الخارجيه ما بتجيبش مومنت. محصله سمشن المومنت هيبقى له قيمه ناتجه من القوه الداخليه او المقاومه الداخليه، فبالتالي القطاع هيبقى ايه؟ هيحصل له دوران. لذلك يستحيل الشي سنتر والسي جي ينطبقان لو ما يكون الشكل ايه؟ متماثل حول محور واحد ايه فقط. بعد كده يا شباب عشان برضو الموضوع يبقى اكثر فهما، لو احنا توقعنا او تخيلنا ان في قوة قص بتأثر على الشي فورس، بتأثر على القطاع وبتأثر فين؟ عند الشي سنتر. فبالتالي القطاع دوت نفترض ان ده القطاع الاصلي، وده مثلا تشكل القطاع او الحركه اللي القطاع عايز القوه عايزه تخليه يتحرك في اتجاهها، هنلاقي ان القطاع كانه القوه عايز تعمل له ازاحه في اتجاه الايه؟ في اتجاه الشي فورس، ازاحه فقط بدون ما يلف لا يمين ولا شمال، ويحصل له ازاحه في الاتجاه الثاني ولا اي حاجه، ازاحه فقط في نفس اتجاه قوه القص. انما لو افترضنا ان القوه الشي فورس مطحله يمين شويه، فبالتالي كانه عايز يخلي القطاع يلف بالشكل ده يا شباب، كانه بيعمل عليه مومنت ايه بالشكل ده. وفي الاول في الاتجاه المعاكس ان الشي فورس اتطحلت شمال الشي سنتر، فبالتالي كانه الشي فورس عايز تعمل له ايه؟ هي كانه عايز تعمل له ازاحه وتعمل له ضغط في نفس الوقت. نفس الكلام زي ايه؟ نفس الحالة ديت، بس ايه ضوان هيكون في الاتجاه الايه؟ العكس. بعد كده شباب عندي مطلوب مني ان انا احدد الشي سنتر للمثال رقم 4 اللي احنا لسه حالينه وحسبنا له الشي ستيس والشي فلو. الموضوع بسيط. انا عندي دلوقتي لما رسمنا الشي فلو للقطاع دوت وكنا رسمناه بالاشكال المختلفة، بعد كده الموضوع بسيط جدا، انا اعتبر ان الشي فلو دوت هو ايه؟ يونيفورم ستريس او نون يونيفورم ستريس على القطاع، وانا هبركزه ايه؟ بان انا بجيب مساحه الايه؟ مساحه الشكل. طيب دلوقتي انا عارف ان انا يعني مفتاح الحل ان انا بجيب سمشن مومنت حوالين اي نقطه، فبالتالي بيبقى في عزوم داخليه وعزوم خارجيه، لما بوزنها مع بعض بجيب المسافه بتاعه القوة الخارجية او المسافة مع القوة الخارجية بسبب عزوم خارجية، فبالتالي هحدد المسافة اللي هي ايه؟ الدي زي ما احنا شرحنا دلوقتي. طب انا اسهل لي ايه بقى؟ ان انا اجيب مجموع العزوم حوالين السي جي، ولا افترض نقطة تانية هنا اهو كده اهو بتمر بقوة بحيث ان انا الغي القوة دي؟ يعني وانا بحسب لما اجي احسب المومنت حوالين النقطة ديت هي عبارة عن القوة ديت بتاعت الشكل دوت في المسافة بينها وبين النقطة اللي هي صفر، لان القوة دي بتنطبق على النقطة ديت، فبالتالي أنا لغيت إيه؟ القوة ديت عشان أسهل عليا نفس الحسابات، لأن سمشن المومنت بتساوي صفر ده ينطبق على أي نقطة، أي نقطة سواء داخل القطاع أو خارج القطاع. طيب ذلك هنفترض نقطة سماها نقطة N، وأعتبر النقطة N ديت بتمر بنص الإيه؟ الويب، اللي هي عشان أضيع القوة اللي داخل ماشية في الإيه؟ في الويب.
هيبتدي عندي القوة الداخلية اللي بسبب مومنت، أو المومنت الداخلي هو اف واحد في دي واحد في اتنين، عشان في قوة من فوق ومن تحت. طبعا هو دي بس اتجاهها معكوس، نعكسه. نفس اتجاه الشفلو. ماشي يا شباب، هنلاقي القوتين دول بيعملوا عزم اف واحد في دي واحد في اتنين في نفس الايه، في نفس الاتجاه. لو انا جبت قيمة اف واحد، اف واحد هي مساحة الشكل دوت اللي هو نص طول القاعدة في الاتفاع. سهل جدا، نصف 112.4 في 10 هيطلع عندي 562 كيلو جرام، والدي بتاعتها بتساوي ايه، المسافة ديت بتساوي 10 سنتي. الموضوع بسيط، هقول ام اكسترنال بتساوي الام انترنال، او بمعنى معنى تاني سمشن مومنت حول نقطة ان بتساوي ايه، صفر. الام اكسترنال بتساوي الكيو واي في الدي، كيو واي هي قيمتها معروفة في المسافة دي اللي انا مش عارفها، عشان انا عارف ان الشكل متماثل، متماثل حوالين محور اكس، فعارف ان الشي سنتر على محور اكس. ماشي يا شباب، بس على محور اكس على بعد كام من نقطة ان؟ على بعد دي، تمام. فاقول كيو واي في الدي، يبقى ده المومنت الايه الخارجي هيساوي المومنت الداخلي اللي هو عبارة عن 2 اف في دي واحد، 2 اف واحد في دي واحد. طب الاف اللي هنا قلنا خلاص هي ايه، تلاشت، لان انا بحسب المومنت حوالين نقطة في قلب الايه، في نص الايه الويب. اعوض في المعادلة، الكيو واي بتاع 3000 في دي المجهول اللي انا عايزه بتساوي 2 في اف واحد، انا لسه حاسبه دلوقتي اهو، ب 562 في الديستانس دي واحد اللي هي ب 10، يطلع عندي دي بتساوي 0.265 سنتيمتر. يبقى خلاص انا عرفت دلوقتي ان ان المسافه دي ديت قيمتها بكذا على محور اكس، لذلك انا خلاص ببساطه جدا حددت الايه، الشي سنتر. مساله سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. طبعا بحب اكد برضو ان الشي سنتر هي خاصية من خصائص القطاع ولا تعتمد على قوة القص. وانت بتحسب دخلت تأثير القوة في الحسابات، ولكن ده بس عشان تحسب الشي سنتر، انما في الاخر الشي سنتر لو انا غيرت قيمة الكيو واي ديت، زودتها مثلا 5000، هو هو الشي سنتر في مكانه ما بيتغيرش. لو غيرتها بأي قيمة، الشي سنتر خاصية من خصائص القطاع زي السي جي ما بيتغيرش، وما بيعتمدش على الأحمال. بعد كده في مثال بسيط للناس اللي حابة تحل، يعني بنفس الطريقة تحسب منه الشي فلو. وطبعا بالنسبة للشي سنتر هو الشكل المتماثل حول محور اكس وحول محور واي، فبالتالي الشي سنتر والسي جي هينطبقوا فين؟ على محور اكس ومحور واي اللي هما محورين التماثل، فبالتالي هيبقوا فين؟ في منتصف القطاع بالظبط. المطلوب منك ان انت تحسب الشي فلو للقطاع دوت. في نهاية المحاضرة دي لازم تبقى فاهم مفاهيم التلاتة كويس جدا، يعني وهضمهم كويس جدا. الشي ستريس ديستريبيوشن او الاس اس دي، وده اللي احنا بنعمله للقطاعات الثيك. الشي فلو ديستريبيوشن اس اف دي، وده اللي احنا بنعمله للقطاعات الثين او النحيفة. ومفهوم الشي سنتر. ماشي شباب، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.